طالبت منظمات حقوقية بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الاثنين المجتمع الدولي بالضغط على كافة أطراف النزاع في سوريا للكشف عن مصير عشرات الآلاف من المختفين قسرا والمحتجزين تعسفيا. قضية المفقودين والمخفيين قسرا تعد من أكثر الملفات تعقيدا في النزاع السوري الذي بدأ في العام 2011 وأودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص. ومع دخول النزاع الدائر في البلاد عامه التاسع، طالبت ثمان منظمات حقوقية دولية وسورية المجتمع الدولي بالضغط على كافة أطراف النزاع في سوريا للكشف عن مصير عشرات الآلاف المخفيين قسرا والمحتجزين بشكل تعسفي. وحثت هذه المنظمات وبينها العفو الدولي وهيومن رايتس ووتش في بيان مشترك الدول الأعضاء في مجلس الأمن على التطرق لملف الاعتقالات التعسفية وعمليات الخطف والتعذيب والإخفاء القسري. ومنذ بدء النزاع وثقت منظمات حقوق الإنسان وفاة المئات أثناء فترة اعتقالهم وتحدثت كيف أخفى النظام السوري الآلاف بشكل قسري، كما اختفى آخرون بعد اختطافهم على يد الفصائل المسلحة أو على يد تنظيم داعش الإرهابي. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان يوجد نحو 200 ألف مفقود في سوريا، نصفهم تقريبا في سجون النظام. وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت النظام السوري في العام 2017 بارتكاب انتهاكات بينها عمليات إعدام جماعية سرا وخارج نطاق القضاء طالت 13 ألف معتقل في سجونه وخاصة في سجن صيدنايا سيء الصيت. هذا وكان النظام السوري قد أخطر سجلات الأحوال الشخصية في محافظات البلاد بوفاة مئات الأشخاص في السجون. كما اتهمت المنظمات كذلك الفصائل المسلحة وبينها هيئة تحرير الشام الإرهابية والفصائل المسلحة المدعومة تركيا بارتكاب عمليات الخطف والتعذيب والإعدام، وبينما لا يزال مصير الآلاف ممن اختطفهم تنظيم داعش الإرهابي مجهولا رغم هزيمته من قبل قوات سوريا الديمقراطية. نددت المنظمات بغياب أي جهود فعلية لحل المسألة في وقت يواصل النظام والفصائل المسلحة باعتقال واختطاف الأفراد دون رادع. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من ألمانيا الدكتور علاء الدين آل رشي رئيس المركز التعليمي لحقوق الإنسان. دكتور علاء أهلا ومرحبا بكم من جديد على شاشة اليوم. يعني نتكلم عن قضية المختطفين والمختفين قسريا في سوريا، هذه القضية الأكثر تعقيدا والتي لم نعد نسمع عنها يعني حتى في مؤتمرات الأستيتانة. إلى أين وصلت هذه القضية دكتور علاء؟ يا سيدي أول شيء كل عام وأنتم بخير والشعب السوري بخير، وفرج الله عن جميع المعتقلين وجمع الله شمل سوريا بمسلميها ومسيحييها وعربة وكردة وشركسة وكل المكونات على الخير. أخي الفاضل، يعني أنا ما زلت أنطلق من أس الفكرة، من أساس الفكرة. الفكرة هي هناك نوع من الاجتزاء لمعالجة الوضع السوري، تارة يتم تحويل الحالة السورية إلى حالة عمل إغاثة، تارة يتم إلى مسألة لاجئين، تارة إلى مسألة معتقلين. هي مسائل حساسة وهامة، لكن يا أخي المعالجة الجزئية لا يمكن أن نصل إلى أس الحل. ما دام بشار أسد قائم فهيئة التخريب وتدمير سوريا وتحرير الشام مستمرة، ما دام بشار أسد قائم فداعش يمكن أن تنمو في مكان آخر، ما دام بشار أسد قائم فالمعتقلين سوريا كلها معتقل كبير، لا يمكن أن تنظر أنت فقط إلى أن من اختفى قسريا هو فقط المعتقل، من يمكن أن يتنفس أو يفكر بصوت معلن فهو مشروع اعتقال عند بشار أسد. سوريا حسب الإحصائيات مدمرة داخليا، ليس فقط من قبل المعتقلين الذين تم تغييبهم قسريا، ولا من قبل الوضع المتدهور اقتصاديا، ولا من قبل التفكك الأسري، ولا آلاف القتلى والمغيبين الذين لا نعرفهم هل هم معتقلين أم هم من الشهداء. هناك حالة في سوريا، حالة جنون عام، جنون عام. هذا الجنون زرعه بشار أسد. ماذا يعني أن تدخل الآن إلى بعض قوات بشار أسد إلى بعض المناطق وتكتب غصبا عن ربكم بشار أسد بدك؟ هذا يخلق داعش، هذا هو رب داعش، وهذا هو أبو داعش، وهذا هو دين داعش. داعش تنمو على مثل هذه الصرخات التي يطلقها النظام.
ملف المعتقلين لن يحل يا أخي الفاضل، وأنا أشكر قناة اليوم وأشكر الإدارة وأشكر حضرتك على طرح وتحريك هذا الأمر، لكن هذا جزء من مأساة كبيرة اسمها سوريا. سوريا الآن هي في دمار شامل، المعتقلين هم يعني لا أحد، أنا جربت اعتقال، هذا عالم آخر، عالم آخر نهائي، لا طعام لا شراب، تعذيب، انتهاك لحرمات الإنسان، لا خصوصية له. لا، نحن نتحدث كلمة المعتقلين وكأنها كلمة عادية أو سجعة أو جرس الموسيقي سهل، هي أخي معناتها موت بطيء، هي إذلال، هي كفر بالإنسان، هي احتقار، أنت أمام بشار أسد تسقط كل القيم عندما تكون معتقل. هذه اعتقالات بشار أسد، لا حرمانية لك ولا آدمية ولا إنسانية. أنت الإنسان المعتقل في سجون حافظ أسد أو بشار أسد لا يمكن أن يتم توصيف هذا الألم الذي يحل به. كل سوريا هي مشروع اعتقال. أخي الموضوع برمته، أسقطوا لنا بشار الأسد، هذا نداء عبر اليوم، عبر هذه الأيام الفضيلة في هذا الشهر الكريم، أسقطوا بشار الأسد كي نستطيع أن نحل كل الملفات العالقة التي هي برقبتي. وهناك نقطة أريد أن ألمح عليها سريعاً جاء إليها فضل. التقرير أخي الفاضل، بالنسبة لموضوع المعتقلين الذين كانوا في الأراضي التي كانت تديرها داعش والآن هي تحت قوات سوريا الديمقراطية، على قوات سوريا الديمقراطية رجاء حار أن تكون شفافة في موضوع المعتقلين. هذه أمور قنابل مؤجلة، من الممكن أن تفتتح في أي لحظة وتتهم بها قوات سوريا أو كذا كذا. أخي، ما تم سجون موجودة برعاية داعش أو تنظيمات متطرفة الأخرى المدعومة من دول الجوار، هذه ينبغي أن تكون واضحة أننا لسنا لنا بها أي دخل، وأن المعتقلين الذين تم استلامهم أو الذين كانوا في تلك المنطقة هم كذا وكذا وكذا. هذه أقولها شهادة لله، لأن الأمور يوما من الأيام قد تدار وتفتح ملفات. طيب، هل لنا أن نعلم فعليا أعداد تقريبية حول المختطفين أو المختفين قسريا في سوريا دكتور علاء؟ يا سيدي الفاضل، لا يمكن، لأن أنت العمل في هذا الملف هو عمل تحت السكين. نحن هناك إحصائيات تقول لك إذا دخلت إلى داخل سوريا بأزقتها وشوارعها يفوق الرقم المليون والمليون ومئتين ألف مختفي، لا تعرف هل هذا ضمن المعتقل أم ضمن المستشهد الذي لا نعرف هل هو بالفعل على قيد الحياة أو عند سجون بشار أسد. لا يوجد هناك إحصائية دقيقة، لأن هذا الأمر مبني على التكتم من قبل النظام. مازن دباغ أحد أكبر أثرياء دمشق وهو صديقي ومن أسس مركز الراية للتنمية الفكرية، تم اعتقاله ومصادرة بيته بعد سنوات طويلة، وبرفع دعاوى قضائية على النظام السوري وعلى فرع المخابرات الجوية، تم كسبها من قبل القضاء الفرنسي ليعلن النظام أنه قد قتل رجلا بعد أن رفعت دعاوى قضائية في محاكم أوروبية في فرنسا. الأمر أخي مبني على التكتم، قتلوه هو وابنه كان في السنة الأولى في الجامعة. هذا نموذج ل شخص تم تفعيل قضيته في أروقة المحاكم الأوروبية. يعني هذا في الحقيقة ما يدفعني للسؤال، العفو للمقاطعة دكتور علاء، يعني هل تعتقد أن النظام عندما عمد في وقت سابق إلى تسجيل بعض المعتقلين على أنهم متوفين وإخطار عوائلهم، هل ذلك يأتي كون القانون الدولي الذي تفضلت بالحديث عنه يتعاطى مع قضية المختفين قسريا بشكل مغاير لقضية المعتقلين؟ طبعا طبعا أخي، القانون الدولي بالنسبة لموضوع المعتقلين هو بمثابة جرائم حرب. هذه أمور لا يمكن المساس فيها، لكن لا يمكن تفعيل أي شيء طالما هناك في تكتم. النظام السوري يقوم على التكتم، وحتى ما تم فضحه عبر جهات أو عبر أمور، يستطيع النظام السوري بتحالفاته وللأسف بالتواطؤ الدولي العام أن يبرر ويمرر ويظهر أن هذا تم قتله بطريقة كذا وهذا تم قتله بطريقة كذا. ملف المعتقلين حتى يعني بالفعل يكون لنا سابقة في قناة اليوم لتداول هذا الأمر، ينبغي أن نفكر برأس المشكلة. ما دام هناك أزمة دستورية، ما دام هناك بشار أسد، الاعتقال ملفه مفتوح، وسوريا هي كلها رهن الاعتقال. هل من وسائل ضغط على اختفى؟ هل من وسائل ضغط على النظام وعلى غيره من الجهات التي تحارب في سوريا لإيجاد تسوية ما في هذا السياق دكتور علاء؟
يعني بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان تكلم هو عن 200,000 مختفي قسريا، 100,000 موجودين عند النظام وما تبقى عند أطراف الصراع الأخرى بما فيها الفصائل المسلحة المدعومة تركيا، هل من وسائل ضغط؟ يا أستاذ، يعني أنا طبعا أحترم المرصد السوري، لكن يا أستاذ لو سألت أهالي عفرين أو أهالي الغوطة الشرقية أو أهالي حلب، لو سألت على الأرقام الذين تم اختفائهم لفاقوا نصف مليون. 100,000، هذا يعني رقم لا. بعدين أنا كنت في جنيف واستمعت إلى رئيسة الصليب الأحمر وتقول هناك مئات عشرات الآلاف المختفين، ولكن نحن لا نعلم دقة الرقم بسبب تكتم النظام ولا يوجد أي معلومة. أنت الآن لو ذهبت إلى شخص سألت هل أنت قريبك معتقل، نريد أن نسألك، بلك أخي لا تدخلني بالقصة، الله يوفقك حتى ما يحطوني معه. طيب أخي عايش ولا ميت هذا المعتقل؟ بلك ما بقدر أحكي شيء، ما بعرف والله، أخذوه راح. أخي الآن أنا أعرف هنا أسر سورية وردت إلى أوروبا لا يعرفون نسائهم أنه أزواجهم ماتوا ولا لا. بعد فترة تزوجت المرأة، يأتي الرجل يقول أنا خرجت. هناك تكتم لا أحد يعلم شيء. ثم أنت 8 سنوات يا أخي، الأمر معقد ولا يمكن حتى تقول لي عن ممارسة أدوات ضغط أو وسائل ضغط أو كذا، لا يمكن، لأن في الأصل سوريا خارج القانون، خارج القانون بكل معنى الكلمة يا أخي. على مستوى إغاثة يتفق عليها من قبل الصليب الأحمر وبرعاية أممية لا توافق عليها، على إدخال النظام السوري لا يوافق على إدخالها. على مستوى إغاثة أنت تتحدث عن نظام لا يعرف، لا يرقب في شعبه إلا ولا ذمة، وهو مستعد أن يذبح هذا الشعب عن بكرة أبيه ويوجد المبررات. الآن ما يحصل في الشمال السوري من تغيير ديموغرافي، أبناء عز في عفرين يباتون في العراء، هذا كله ممن ستقول لي فقط من تركيا. أخي أنا لا يعنيني الخصم الخارجي، الخصم الداخلي هو الذي أتى إلي بكل هذه الرايات الفاسدة والأرقام المأجورة والبيادق المأمورة والبنادق المأجورة، هذه كلها من النظام السوري. كل ما يحصل الآن من اعتقالات ومن مشاريع اعتقالات، إذا أردنا أن نحل هذه القضية هي بالعودة إلى شرعية مطالب الشعب السوري في أن يسقط بشار الأسد. طيب. إذا لم تتوافق الإرادة الدولية على ذلك فالأمر قابل للتغيير بشكل ازديادي وليس انتقاصي. أخيرا، هل من جهود تبذلها المنظمات الحقوقية، أو ما هي الجهود التي تبذلها المنظمات الحقوقية والإنسانية اتجاه قضية المختفين قسريا في سوريا دكتور علاء؟ مؤخرا لجأت إلينا أسرة دمشقية كان قد اعتقل النظام أحد أبنائها، هذا خلينا نضرب مثال عملي حتى يعني يكون واقعيين. كان قد اعتقل أحد أبنائها وهو شخص من بيت يعني معروف لا أريد أن أذكره، وكان رجل عالم من أحد علماء سوريا الكبار في العلوم الطبيعية، فتم اعتقاله. وعندما تم تواصلي مع بعض أقاربه في أوروبا قالوا لنا هذه بعض أخوانه وأقرباؤه المباشرين داخل سوريا داخل دمشق. الجواب لا نستطيع أن نمدك بأي معلومة لأننا نخاف على أنفسنا. نحن الآن داخل دمشق، هو إذا كان مات الله يرحمه، إذا كان عايش الله يصبره، أما نحن لا نريد أن نذوق ما ذاقه أخونا منذ 7 سنوات، نحن لا نعرف شيئا عنه. أنت تقول لي على دور المنظمات، المنظمات لا تعمل في الهواء ولا تعمل في بفرض، لا تملك لا عصاية سحرية ولا عصاية سياسية ولا جيشا جرارا، هذه هي مسألة إرادات دولية. كل ما يمكن هو أن نفضح إن وصل إلينا اعتقال، أن نبين، أن نضعه تحت بؤرة الإعلام ونذكر الأسماء. أما نحن لا نملك كمنظمات إنسانية وحقوقية لا قوة ردع ولا قوة إملاء على السلطة ولا على غيرها. المسألة بصراحة وباختصار هي مسألة توافق دولي، التواطؤ الدولي والصمت الدولي هو الذي يطيل عمر المعتقلين، وكل دم معتقل هو برقبة الأنظمة التي تدعم النظام السوري وفي مقدمتها تركيا وأمريكا وإيران وروسيا. شكرا جزيلا لكم على كل هذه الإيضاحات الدكتور علاء الدين آل رشي رئيس المركز التعليمي لحقوق الإنسان، حدثتنا من ألمانيا. وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام لكرم المتابعة، إلى اللقاء.